راح اترككم هلا تترافقوا اكيد مع الشيف شادي مع الكب كيك والكوكيز وضيفته لليوم السيده بولا حتى تعطينا تفاصيل اكثر عن طبيعه وكيفيه شغلها كل هالامور. احبائي صباح الخير واهلا وسهلا فيكم ب 30 دقيقة حلوين حلوات سكر زبدة صلحيلي كريم دو بور جلاس رويال كريم دو بور جلاس الحلقة كلها بعدين ايه. عجينة السابلي وبعدين عندنا عجينة الكب كيك سنصور الحلقة مع بولا اليوم قديش حلوة. أول شيء خلونا نتعرف على بولا وبعدين بنكفي حلقتنا. بولا بونجور. بونجور كيف أحوالك؟ مش الحال تمام؟ بولا أبي حبيب. نعم. من أنت بأي منطقة؟ رومية. من رومية؟ وين برومية؟ لا بس اسمع رومية. لا مش الحبس أكيد. لا مش الحبس أكيد. طيب أكيد عائلتك هونيك مجوزة حضرتك؟ نعم. عندك أولاد؟ ثلاث شباب. شو اسم الله؟ ما بتعرف تجيبي بنات؟ لا. جوزك شو اسمه؟ توني. توني. وتوني وين بكون موجود هلا؟ شغله عم تفرج عليكي؟ لا اكيد لا. اوكي اوكي وابي حبيب كمان هو؟ اه اوكي. لكن انت عائلتك الاصليه شو؟ بوعون. بوند؟ بوعون. اه بوعون. لكن اوكي لكن بولا بوعون ابي حبيب. لكن بنسلم كمان على جوزك. ولادك شو اساميهم؟ لياس. لياس. شربيل. وشربيل؟ ميشيل. لياس وشربيل وميشيل. بنسلم عليكم كمان من ورشه ملح والماما هون موجوده معنا وسجلوا الحلقه هيك وانشروها بعدين. اوكي عندك باتيسري او عندك مكان انت بتشتغلي فيه او بتحطي فيه الاشياء اللي بتعمليها ببيتك ولا كيف؟ عندي محل بحط فيها الاشياء ببيتي. اوكي. اللي بشتغلها بالبيت. اوكي. انت بتشتغلي بالبيت. نعم. وبتاخذي من البيت بتحطيهم عندك بالمحل. صح. والمحل وين موجود؟ ببيت ميري. ببيت ميري. نعم. وشو اسم المحل؟ بولينا سويت هارت. بولي بوليز بولينا بولينا سويت هارت. بولينا سويت هارت ببيت ماري. يلي بده كمان يعرف اكثر واكثر عن حلويات بولا بتصنعهم بالبيت والارقام التليفون تبع بولا اكيد رح يمرق على الشاشه بعد شوي اكتبوها وهيك فيكم كمان تتواصلوا معها ساعة اللي بدكم. منيح هيك تمام. يا مين بيساعدك بالبيت؟ انا والولاد. حبيت انا بحب هيك كثير بالجو كثير منيح. برافو عليك برافو عليك. اوكي هلا تنرجع اول شيء نختصر نهارنا. اول خمس دقائق انا وبولا شو عملنا؟ عملنا اول شيء عجينه الكب كيك. برافو. عجينه الكب كيك يا بولا عملناها وليك كمان قديش طلعت حلوه. هلا بعد شوي صغيره رح كمان نحكيهم عنها ونقول لهم كيف عملناها. وكمان عملنا عجينة شو؟ السابلي. السابلي كمان بالخمس دقائق التانيين كمان. هلا بنحكي كمان عن عجينة السابلي بس هلا خلينا اول شغله نشيل او نشوف اللي نحن العجينة بشو اسمه اللي حطيناها بالفرن لنشوف اذا كانوا جاهزين ونشوف الاشكال اللي عملناها. هلا بنعمل مثلهم كمان فجينا نشوف هون شو صار. واو نشوف لنا وحده كمان هون هيك. يا سلام يا سلام. يو يو اوكي لكن يلا عملكم شوي صغير تنشيلهم كلهم سوا صاروا كلهم منيح يا شيف شادي. يلا 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 وبلشنا. وهلا كمان بنفرجيكم كيف عملنا هالارانب وهالارزات الحلوين. ما هيك انا رح اشتغلهم هلا بسرعه هون مع انه مش لازم لازم شيلهم هيك هن وسخنين هن مش لازم ابدا رح نشيلهم بس هلا لانه مضطرين. طلعوا قديش طراية طلعوا قديش حلوين طلعوا كيف بهالطريقه كمان هيك وبعدنا عاملين قد ما حلوين بيعقدوا. طلعي كمان كمان هالنجمه ها هلا بنشيلهم كمان هيك بعدين بنقلبهم لانه احلى ما يتكسروا معنا ليكوا شو حلوين. وكمان هلا على شمالي في عندنا غيرهم وغيرهم هيك كمان شو حلوين بهالطريقه. معي ولا مش معي؟ 100%. يلا جو. نحن اول شغله عملناها هلا هلا اول شغله لانه بتاخذ معنا وقت يا بولا وانت قلتي لي هذا الموضوع انه بدنا نعمل شيء اسمه كريم دو بور. كريم دو بور هيدي شو هي الكريم دو بور؟ وين بيستعملوها؟ بدنا نزين فيها اجمالا الجاتو كله. اوكي. نزين فيها الكب كيكس. وهلا كمان هلا جاي علينا هلا عيد الميلاد شو بيستعملوها مشان شو؟ للبيوش. يعني البيوش دو نوال. بس اسمع بيوش دو نوال دغري بنفكر انه فيها بقلبها كريم دو بور وكثير بيستعملوها مع انه غاليه يعني بيستعملوا فيها الزبده بس سبحان الله ما اطيب شيء فيها. يلا تنعملها سوا اليوم بسرعه كمان. عندنا هون نحن انا بقول كميه المي وانت بتقولي كميه السكر. اوكي. كوب واحد من السكر وانا حطيت الميات شوي صغير. اوكي. يلا اوكي لك. حطينا نحن هون ربع كوب من المي. قديش من السكر؟ كوب سكر. كوب ونص سكر. عملنا الاطراف من دون ما نضيف عليهم لا لانه بفكرون انه مثلا بقول مثل الشيره او القطر العادي مي ورد مي زهر وحامض. نو مي وسكر 100%. ليكوا شو عندنا هلا هون. عندنا كمان يا بولا كم وحده من بياض البيض؟ خمسه بياض بيض. خمسه بياض البيض بنحطهم
وبدنا نعملهم مونتي اناج. معي ولا مش معي؟ معي للاخر؟ يلا، مونتي اناج يعني بدنا نضربهم تيصيروا عندنا بيض مثل الثلج، اوكي؟ وبنرجع عليهم بعد شوي. بنتقل انا وياكي لهونيك هلا وبنطفي تحت هو ولا بنخليهم يغلوا؟ لا بفتكر زي ما بقى بدهم خلاص؟ نوقف شوي صغيرة؟ لا يلا. ما بدنا كثير وقف 100% نوقف شوي بس بدنا نجي هلا لهون قبل بس بدي اياك تعملي شوي انه هيدي العجينه اللي عملناها قبل اللي هي عجينه السبلي كيف بنمدها وكيف قطعتيها بس هيك تفرجينا نبذه صغيره اوكي لكن عجينه السبلي اللي ما عملناها بعد شوي صغيره رح تطلع كمان العجينه على الشاشه بتكتبوها قدامكم وشغله كثير هينه بنحط اول شيء الزبده مع السكر وبعدين بنضيف البيضه بعدين بنضيف فانيليا وبعدين بنضيف الطحينات وبرش كمان من الحامض بقلبها شغله كثير هينه طلعوا كيف شغله كثير هينه بنحط بين ورقتين من النايلون يعني صرنا نعرف هذا الموضوع طلعي كيفها لك ما اهينا ولا كمان هول تقبرهم هيك بطريقه كمان حلوه واو ليكوا الجمال وهودي كمان هون صاروا جاهزين ليكوا ما اهينا نمد العجينه وكيف بنقطعها ليكوا كيف هينه كثير ما هيك يا بولا طلع مديناها هيك بين ورقتين وهلا صف العسكر رايح يسكر مع العسكر فوق جبال على اساس انه دغري الارز براسنا يعني طلعوا ليكوا شو حلوين وشو بنعمل؟ بنقبل الورق بنحطهم هون على صينيه طلعي ولا اهين من هيك فينا فرشينا هيك كم قالب من القوالب اللي عندك يعني بس لناخذ فكره رح احطهم هون هلا بالفرن ها لناخذ فكره عن القوالب ليكوا القوالب قديش بنعمل يعني فيكم تجيبوا قوالب ليوم القوالب مشان تقطعوا فيهم هالكوكيز الصغار معي ولا مش معي؟ كل المدادات 100% لكن خلص اخذنا الفكره منهم ما في اي مشكله فينا نضب الموضوع ونرجع لهون تنشوف يا سلام يا سلام عمك بعدنا بموضوع الكريم شو يا بولا بعدنا بموضوع كريم اوبر لك نحن هون ليك هلا سوري مونتي اناج كانوا سائل لك كيف صاروا مونتي اناج صاروا بهالطريقه شو بنعمل هلا نزيد لهم القطر شوي القطر هيك انا بخفق هلا كمان على السريع لكن على السريع بنضل نخفق وعندنا القطرات لك ونني هون ويلا بنزيد لهم قطر شوي شوي انت محلي يلا جو ما تخافي يلا لكن برجع نعيد خمسه من بياض البيض خفقناهم مونتي اناج عم نضيف لهم كوب واحد من السكر يلي غليناه مع ربع كوب من المي عملنا الاطراف معي ولا مش معي للاخير يلا هون كمان نضبضبهم صرنا بنعرف كيف بنعمل العجينه وهون كمان عم يلا ستوب 100% هلا شو بدنا نعمل؟ بس ليبدو شوي صغيره بطفي ولا بقى شو بعمل؟ يا سلام، لكن هون من بعد ما حطينا السكر اللي عم يغلي، لانه في كثير عالم بيقولوا كيف حطينا السكر عم يغلي على بياض البيض؟ خلينا ناخذ فكره فينا نوقفها شوي؟ وقفها شوي يعني نحن هون انا بعرف انه فيني وقفها بس انه يعني ناخذ رايك بالموضوع اطلعوا شو عم بيصير شايفين؟ يعني بعد عندنا نحن هالخلطه بعدها ماشيه اللي هي صار فيها السكر وفيها الميات وفيها بياض البيض بنكفي هلا مشان يبرد السكر شوي وبعدين بنروح على الزبده قديش؟ 500 جرام نص كيلو من الزبده موجودين هلا هون مشان نعمل وخلصت كمان هيدي صار عندنا شو؟ الكريم دوبر بنضيف هلا الزبديات ولا اي مدى نبرد شوي فينا نخففها نتفي الزبده ليك نخففها يا سلام بدي ادي بالزبده هلا بدنا نروح لهونيك تفرجينا عجينه السكر يعني نحن لما عملنا نحن الكب كيك هلا بنحكي عنهم بعد شوي وعن الوصفه تبعيتهم اجت بولا مع عجينه السكر وهيدي عجينه السكر نحن يا بولا فينا نشتريها خالصه لانه ترى عملها نحن احبائي بالبيت شوي صغيره صعبه صعبه بمعنى انه ما بتزبط معنا ما بتطلع معنا هالقد انت شو مره عملتيها يعني ما بتطلع فيكم تعملوا المرصبين بس المرصبين دائما بتكون لونها مختلف اوكي طيب كيف عملنا هيدي الشغله يلا جو عم تستعملي الاحمر هلا ايه لا استعملي بدك اياها يلا لكن عندنا هلا هون يا سلام على الموضوع وبدنا هلا نزين لك شويه شو نشا لحتى اقدر مدها ما تلزق على ايدي
شوية نشا مشان نقدر نمد عجينة السكر تما تلزق على ايدينا. بنرجع منعيد، شوية نشا تنحطهم على ايدينا تما تعلق علينا عجينة السكر اللي بنكون اشتريناها. منين جاي اللون الاحمر؟ من الكولورون. كولورون يعني نحن بنجيبها بيضة وبنحط لها شوية كولورون، ما في اي مشكلة. صحيح. طيب انا هون بدي بايد حط الزبدة. ايه يلا. كيف بحط الزبدة؟ شقفة شقفة. فيني حد شعفتين شعفتين؟ لا لا واحدة واحدة. لا واحدة واحدة. اوكي واحدة واحدة. طيب يلا بلشنا؟ نحطهم؟ يلا. ايه لا خليكي معي هلا هون شوي صغيرة. اوكي لك هي شعفة منيح هيك؟ اوكي. يلا يا شيف شادي نزلنا. معي ولا مش معي؟ بلى. يلا. كمان هون بنقوي؟ ايه قوي. كمان هون. معي على الاخر عم نعمل الكريم دو بور تعلمناها يا شيف شادي. كفي؟ ايه. ما تخاف يا شيف شادي ما تخاف ما تخاف ما تخاف ولا بتخاف. بعد من كفي يلا بعد من كفي يلا بعد كفي هول يلا وهون خلصناه. هون لك نص كيلو من الزبدة مع خمسة من بياض البيض خفقناه هون. قديش سكر؟ كوب من السكر مع ربع كوب من المي عملناه هون قطر عم يغلو وصبيناه فوق كمان بياض البيض وحطينا بعدين الزبده. وهلا نحن هون هيك نفتح. شو بتقولي؟ شو بتقولي؟ شو بتقولي؟ لازم نطلع بريك؟ عظيم. لازم نطلع بريك؟ فيني اكلها؟ في سحر خليني بطلع بشرفك خليني. طيب اوكي بريك. المرحلة الأخيرة اليوم من التحضيرات إن كان للكوب كيك أو حتى للكوكيز راح بتكون بزينة بألوان كتير حلوة أكيد ألوان الأعياد. اهلا فيكم لك من جديد. معنا اخر ربع ساعه وصارت غاده معنا على الست. غاده كيف الروائح؟ بتجنن. كيف الجمال؟ كيف الالوان؟ شو بدي خبرك يعني؟ كيف الجيازه بال 43؟ هيدي تمام. بدك اجمل منا واحد يتجوز يكون عنده ثلاث اولاد ومره ويتجوز. ثلاث اولاد ومره ويتجوز ويرجع يتجوز. بتعرف قديش بتكون مبسوطه مرته؟ شو هي الحديث؟ عجي العيد تشوف؟ بصحك ليك اليوم بس بعتين لي بس انه اهضم شيء انه فوق الخمسين او فوق الستين بيكون احسن بيكون خلص رايق وضبط حاله ومشى الحال. برجع بذكر انه بولا ابي حبيب معنا اللي عندها كمان هالباتيسري الحلوه ببيت مري اللي اسمها بولينا سويت هارت. لكن بولينا سويت هارت كمان نمر تليفونها عم تمرق مع شوي صغيره على الشاشه فيكم تكتبوها قدامكم. ما هيك يا غاده؟ ايه فيها تبعت لنا دليفري هي اهم شيء. ايه بس انت هلا شفتي شغلي انه كيف عملت هيدي هون؟ اول شيء هيدي مين عملها؟ هي انا. ايه بس مين من وين جايبين الكريم؟ الكريم من عند دومينيك. خديها الله يخليكي خديها خديها. طب اوكي تزعل دومينيك هلا عم تحضرنا عم تحضرنا اوكي لكن بس تطلعي هون شو عملت بولين. طلعي هون شو عملت بولين. هلا بدنا نعمل وحده مثلها اوكي. وهلا هون هي جايبه عجينه السكر اللي هي العجينه اللي بنجيبها حاضره ولونتها حمراء. اوكي شفتي كيف؟ فيها تلونها خضراء فيها تلونها اللي بدها اياه. لك الالوان عندك كل الالوان وهلا قطعتهم لك المقاطع يعني شغله كثير هينه اللي عم نعمله هلا. اوكي كمان عملنا الكوكيز كمان اشتغلناهم. شو بدك تعملي انت هلا؟ كيف بدك تزينيهم؟ بس يتلزقوا خلاص ببطلوا يقبعوا. ايه خلاص. وهلا عملنا قبل بشوي صغيره الشيء اللي اسمه كريم دو بور. شو عملنا؟ رح ارجع عيدها هلا بسرعه انا وياك يا بولا. حطينا كوب واحد من السكر مع ربع كوب من المي غليو عملناهم نغلي على النار. شو حطينا على بقلب الخلاط؟ خمسة بياض البيض اللي عملناهم مثل الثلج مثل جبال لبنان بالوقت الحاضر. نعم اوكي منطقة ناج. ونزلنا القطر سخن فوقه شوي شوي اوكي خفقناه منيح اوكي لبرد شوي اوكي ورجعنا سقطنا نص كيلو زبدة فوقه. يا نص كيلو زبدة؟ نص كيلو زبدة من هون نزلوا من هون من هون ومن هون. كيف بدنا نعملها هيدي لايت مثلا؟ بدي تعمل نهار خاص ناس كريم دو بير لايت. الكريم دو بير طلع يا سلام يا سلام. هيدي هلا خبزني هون ليكي شو حلوين بجنن. شايفة؟ انه بس نخبزهم ليك وهلا قدامكم خبزني هون رح شيلها حتى يسقني رح تعرق ايدك ايش ايش يسقني رح تعرق ايدك. اوكي لكن نحن هلا صرنا شارحين يا غادة ويا بولا موضوع كيف عملنا على عجينة التارت.
شرحنا عجينة السكر، شرحنا كمان كيف عملنا الكريم دوبور، بعد عندنا الجلاس رويال والزينة. انت هلا بتزيني، بلشي زيني عادي، خلينا نشوف هلا كمان الكب كيكس، وبدنا نقول بعد شوي صغيره. اول شيء الوصفه تبع الكب كيكس بعد دقيقه رح تطلع كمان على الشاشه. يلا يا غدا، اوكي خدي الكفوف يا غدا، يلا حتى ما خبطت. اعملي لها البوليت، اعملي لها البوليت مع شو اسمه من ال من كمان العجينه. انت هنيك شو عم تعمل؟ لا انا بدي اعمل هلا شيء اسمه الجلاس رويال. Vous avez compris؟ Yes, of course. Okay, yeah. الجلاس رويال، بس هيدي وصفة مين؟ وصفة بولا. هلا ها بلشنا يا بولا، هيدا الجلاس رويال يا بولا، وهون يا بولا جلاس رويال. وهون كمان الوصفة على الشاشة. هي شو؟ هيدي الجلاس رويال. هيدي الجلاس رويال. بالآخر. ستوب. شوفي ما رح قربت على الجلاس رويال. بدنا نشوف فرجيكم الجلاس رويال كيف بدنا نعمله. ثواني. ليكوا كيف، ليكوا كيف. خليكم معي، خليكم معي. هيدا السكر قد ايه؟ السكر قد ايه؟ أربع أكواب. كثير. أربع أكواب من السكر البودرة، مضبوط؟ صحيح. يلا، أربع أكواب من السكر البودرة، شو بنعمل فيهم يا بولا بسرعة؟ بدنا نحط معهم زليل البيض ونخفقهم. ثلاثة زليل البيض بنحطهم هون، هلا إذا كان عندنا نحن كيلو من السكر البودرة شو بنعمل؟ يعني 8 اكواب بنحط 5 زلال، يعني زلال بنحطه بهالطريقه هيك، وبنروح كمان على شوي صغيره من الخل الابيض. بنخلط الابيض نجم رخيم شوي. طيب شو رايك خليني احط الخل الابيض؟ مش عم بفهم. طيب اوكي يلا جو. خلطناهم هلا بياض البيض مع السكر، بيخلطوا شوي صغيره مع بعضهم، بتضل عندي بتصير عندي اوكي، وبنرجع بعدين. وليكي غدا شو عم تعمل لك؟ برافو عليك. بس كيف عملتيها هيدي؟ ما فهمنا كيف عملتها هون. ولا كيف حد... لا بشرف يقولوا ولا بشرف. انت قولي لي، انت قولي لي اسرار المهنه. انا وبولا ما بقدر. يلا بولا، كنا قطعنا البات. فينا نقطعها شوي صغيره. يلا فينا نقطعها هون ونحطهم هون بهذا الصحن كلهم سوا. اوكي يلا جو. انا بحط الخليط، حط الخليط اذا بدك. يلا جو. هودي الخل كمان حوالي معي انا. ايه دقيقة، حطينا نحن هون نص كيلو، انا هيدي وصفة كمان كثير مهمة، نص كيلو من سكر البودرة مع ثلاثة من بياض البيض، هلا بنحط ملعقة صغيرة من الخل الأبيض، وهون كمان جايبت لنا بولا معها يا غادة. شو هيدا؟ هيدا بنجيب موز، بنجيب موز من أشهر الموزات، وبنعصر الموزات، بعد ما نعصر الموزات بنحطهم بالقنينة. هيدا الاسونس تبع طعمة الموز، مشان نعطيه طعمة كمان للجراس الويال شوي صغيرة، اوكي؟ ويا سلام وخلصت معنا الوصفة، ولا هي من هيك الجراس الويال يا بولا؟ خلصت؟ أنا قلت معلومة. أنا قلت رح تضلك بعيد شوي. لا أبدا ها، كمان هون عنده شوية سكر هيك، أبدا 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 ها، وهيدا هون. حلوين 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 حلوين. بولا بتجي لعندي شوي؟ إذا بتريدي أعطينا كم علامة على الجلاس رويال؟ 7 10 10 على 10 جلاس رويال. طلعوا هون هلا ها، وهنا كمان هون هلا هيك يا شيف شادي، ورح نفرجيكم الجلاس رويال كيف طلع معنا الطلعه ها. يا سلام شو رايكم؟ هيدا الجلاس رويال اوكي، وقبل شوي تعلمنا كريم دو بور، وقبل شوي تعلمنا كمان كيف عملنا الكوكيز، وقبل شوي تعلمنا كمان كيف عملنا كمان الكب كيكس، وهلا بنروح نزينهم كمان كلنا هون. يلا كيف؟ ولا اذا عزت مساعده وهيك صف العسكر رايح يسكر فوق العسكر فوق جبال انه عم زيديه للشجره بين كل رجال دون 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 تنعمل لبولات. يلا اوكي انا رح اخذ الغزال، انا بحب الغزال. اعطيني كريم تعمل لبولات. رح كمان قطعنا كمان مثله، يعني كيف قطعنا نحن كمان الغزال، رح احط الغزال فوق الغزال، بس رح احط قبل شو حطيت الجلاس رويال بقلب الورقه. لا هلا يلا خلينا هلا نشوف كيف بتعمل بولا الورقه تنحط فيها الجلاس رويال. ممكن يا بولا؟ اوكي لهيدي الشغله لازم يتعلموها اوكي، حتى نكون اخذنا كل الافكار. خليكم ركزوا معنا هون على الورقه، معنا بابي بير يا غاده. طلع انت بتعرف تعمليها هيدي كمان، طلعي شو حلوه. بابي بير بنعملها بهالطريقه بنقصها اوكي، هيدي اوريدي نحن عملناها، بس هلا كمان عم فرجينا اياها كمان. ما قصيناها اوكي، تحمل اكثر. عم نعملها دوبل اوكي مشان تحمل اكثر. يلا معك ثلاث ثواني، واحد اثنين ثلاثة ليك. شفت كيف بنبرمها بهالطريقة؟ وبضل عندها هون بوزة، بوزة يعني تمها يعني اوكي. ليكوا كيف هون الكون، وهلا شو بنعمل بالكون من قدام؟ هلا بنعبيها منهم، خليها أول شيء قبل ما نقصها بنعبيها. عبيها إذا بتريدي، يلا عبيها تشوفوا كمان كيف عملتها بأي طريقة.
وكمان هاي تكون شلت كمان هون كمان عندي الجلاس رويال من قلب كمان الخلاط. اوكي غدا كيف وضعك؟ بتحبي هالاشياء معك؟ بجنن. يلا وبتعرفي انا شو بحب بهالوصفات؟ انه انا برايي انه يعني فتره الاعياد اذا ما نعمل هذا الشيء بالبيت مع الاولاد بحس العيد ناقص يعني. ولازم الاولاد معك يا غدا، يعني لازم يكونوا معك بالمطبخ مثل ما سمعتي كمان مدام بولا عم تقول انه كل العيله بتشارك. اكيد بهيدا الموضوع. ما هيدا اللي عم بقول 100%. طلعوا هيدا الجاس رويال كمان هون. عبيناها وقصينا شوي الراس. قصيت شوي الراس؟ لحتى تقطع. الزركية جاي من فعل زركة ولا لا؟ مش زركة، بتعرف شو هيدي؟ لا يلا. اوكي طلعوا. قصي بعد شوي صغيري. ايه انا بساعدك اذا بدك. تعي اوكي نطلع هيك لانه هون كتف صغيري بدها قص ليكي مش كثير. هوب طلع. اوكي بس عليها شوي. طلعت. يا سلام على انا معك. يلا جو. لكن شفنا هلا كيف سكين كمان هلا صغير مش هيشوف تعمل بدي اعمل اطوال. اطوال لك هون سخن حطيتها فوق. لك هون سخنين معلم. ما تخافي يلا دونت وري بي هابي. يلا اشتغلها وين؟ اشتغلها. طلع هيدي هون وين بدك تحطيها على شو؟ لا بدي احط قبل بدك تحط علي على الرويال. هي الارزي. اوكي بنحط الجلاس رويال على الارزي وهون كمان هلا في سكين بنشيله هيك وبنعطيه لمين؟ بنعطيه لا يلا. لكن اول شيء بنكون عملنا الكوكيز هلا عم تحط عليهم الجلاس الرويال اللي تعلمناه من ثلاثة من بياض البيض وحطينا معهم كمان نص كيلو من السكر. اوكي وبعدين حطينا من الخل هيك شي حوالي ملعقة صغيرة وزدنا لهم بعدين من طعمة الموز. لكم كمان الشكل الحلو وتعلمنا كمان كيف عملنا الكيس. وهلا يا شادي يلا يا شادي صف العسكر رايح. عليك الاشكال الحلوه هون. شو بتقول انت زبطت او ما زبطت؟ ما فيني اقول على الهواء ما زبطت لانه بيسمعونا. مجبور اقول زبطت. زبطت. هي اصلا نيه ليك شو حلوين كمان عم تحط لك جلاس رويال ولا اطيب من هيك. هلا اكيد انا بنصح الجميع واكيد غاده تنصح الجميع انه اذا بده واحد بده يعمل شغله من هالنوع ما ياكل اربعه خمسه بياكل حبه وحده يعني مش ضروري يعني. بعدين تيقدر واحد ياكل من كذا شغله انه اوكي هلا فينا لزقه هيدي عليها من فوق. اوكي حطيها من فوق. من بعد الجلاس بتلزق هي 100%. لكن اول شيء حطينا نحن الكوكيز من تحت بس جينا بعدين شو عملنا؟ جينا نحن حطينا هالجلاس الرويال وبعد نحط نحن كمان عجينه السكر بس مقطعه بشكل ارز حمراء. نحن معنا ارز احمر بس فينا انه يعني نحوله لاحمر. اي ما بيأثر. اوكي طلعي كيف وهلا شو بنعمل؟ بنتركها لتبرد احسن ما هيك عاده. شو بدك اياها؟ تجمد. يلا لحتى نقدر نجمد. لكن نحن رح ناخذها لهم. هيدي وحده. هي وحده. دان هلا بدنا نعمل كمين. بدك افصل لك من هول انا على السريع. وين الجلاس الرويال تبعولي؟ حلو. اوكي يلا. طب وحطيتي هون الجلاس؟ لا 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 رح اخذ من هون. هلا بدنا منك تعملي لنا وحده من هول هيك حلوين. شفتوا كمان كيف؟ انا رح اعمل شغلي كمان. هول المحل اللي انا استعملتهم. اوكي. حتى احط كمان غزال. اوكي ومعنا ثلاث دقائق وبتنتهي الحلقه يا بولا. يلا. اوكي طلعوا كمان شو حلوين. يا سلام يا شيف شادي بس تعمل هالاشياء هيدي. قصوا لنا غزال. غزال وين الغزال؟ وين الغزال؟ هون الغزال. انا بقى الغزال هون. اوكي وهيدا واحد. يا بي الغزال يا بي الغزال طلعوا هون شفتوا كيف؟ هيدا الغزال كمان حطيناه هون وبعدين في الاطوال. طلعوا شو حلوين كمان. اكتشفتها هلا بهالدقيقة. طلعوا شو حلوين هيدا ليك الاطوال فينا نحطها كمان هيك هون نحن. لا الاطوال على الاطوال انا قصدي. اطوال على اطوال يلا. عقدوا. شوف. طلعوا كمان شو صار عندنا بالكب كيكس يا بي الجمال. كثير حلوين. شفتي كيف شفتوا له حلوين؟ طبعا الاصفر شو بنعمل بالاصفر؟ الاصفر كنا عم نعمل فيها بول. كنا عم نزين الشجره. كنا عم نزين الشجرات بالبول. طيب بس انا معقوله هلا اقعد اشتغل فيهم ثلاث ساعات بعدين اقول لك انت بس المهم ينبسطوا بالعيد بتعرفي مش مهم نكرهم عم بحكي جد يعني نحن اذا بدنا نعمل كل يوم فينا نعمل كوكيز بس هيدي الاشياء اللي بنعملها على العيد مشان هيك ننور بيتنا اولادنا بينبسطوا البركه مزبوط. ايه صحيح. هلا بولا شو عندك بدك تفرجينا هلا؟ اخر شغله كريم دوبور عم نحطها كمان على الكب كيكس. لكن الكريم دوبور اللي بنحطها اكيد اللي عملناها كمان اليوم بنحطها بقلب البيج دو نويل. اوكي وكمان رح نشوف الشيف فيصل رح كمان يعملها كمان ب 21 الشهر او ب 22 فرح تكون كمان وصفه كمان كثير حلوه مع البيج دو نويل. عم نحطهم لك طلعوا شو حلوين. شفتوا شو حلوين؟ وهيدي هي الكريم دوبور اللي عم يشوفوها هلا قدامهم. وشو بدك نعمل هلا يا بولا بعدين؟ فيك تحطي لها سمارتيز. سمارتيز. واو لحظة مش عم لحق انا تزيينات مش عم لحق. اعطيني هيدي روحي على سمارتيز. هي عملناها مين ما روحي. سمارتيز سمارتيز. لقيت كمان هون شو حلوين هيك. طيب انا اذا بدي خليه للبيبي يحمل ارز بايده. ايه بيقدر.
يحمل قلبك بايده مع انه مش بيبحلها يعني، بس انا يعني انا سوري بس انه انا فجعانه. طلعوا شو حلوين كمان فيكم تعملوهم بهالطريقه، لكن نحن بنكون تعلمنا شيء اسمه الكب كيك، وتعلمنا يا بولا شيء اسمه الكريم دو بور، وغاده حطت لنا كمان هالسمارتس كمان عليهم من فوق اللي كمان الاولاد كثير بيحبوهم. مزبوط، هيدا واحد كمان شغله كمان حلو كثير. طلعوا شو حلوين، اوكي، كما انه طلعوا الاشكال اللي فينا نعملها، طلعوا الاشكال اللي فينا نعملها يا بولا، طلعوا الاشكال اللي فينا نعملها يا غاده. ها انت كنت مخليهم هذيك الميل، ما انتبهت لهم. انا طلعي كمان شو فينا نعمل بهودي الاشياء، كما انه فينا ليكي هون فينا نعمل شيء سوست. بياخد وحده اوكي، السوستات تبعونا تطلعوا كمان ليكي شو فينا نعمل. فينا نحط لما نحن بنجي نشوي اوكي بقلب الفرن هالكوكيز، فينا نحط بقلبهم هالسبيدينو او هال شو اسمه هالشكفيه، بتضل ملزقه بتعقد كمان هيك حلوين الاولاد بيمسكوها هيك. خشت، كيف الوضع؟ هيك بعد بساعة، انا بعد بساعة ليكي بعد بساعة. خليك شوي، بعد بساعة مد ايدك بس هون. يلا روش روش، نحن وقتنا خلص. ميرسي لك بولا، واللي بده كمان يشوف بولا وين بيروح عند بولينا سويت هارت. يلا شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك، خليك هيك لبكرة. يلا هلا عليكم بالصحة والعافية، باي. بكرة بنعطيكم موعد جديد الله راد ابتداء من الساعة 10 مع عالم الصباح. But